شكرا. السلام عليكم. كنا رحنا معاهم السيما. اسكت بقى، انا عمال اغمزك وانت مش فاهم حاجه. حدائق القبه يا اسطى. حدائق؟ انت مش رايحه التحرير؟ هصاحبك بعدين، يلا اركب. يعني هو المرسم بتاع جدك ده هنلاقي فيه كنز؟ ما تبقاش اوفر يا سيف، كنز ايه دي؟ فلوس عادي. خلاص، اول ما الراجل يطلع نمسكه ونكتفه ونقوم ضاربينه واخدين الفلوس. لا، هناخد منه المفاتيح ونروح المرسم. اسكت بقى. اصل انا جاي عندي طاقه كده ومتحمس ان انا اكتف حد. طب خلينا نعرف ده البيت ولا لو سمحت. ده بيت عم سنجاري. سنجاري ايه؟ ده بيت عم ردة مقفول، واحنا جايين قدورة. لو سمحت، ده بيت بنداري. عم بنداري ساكن في اول دور تحت. اه شكرا. ريحته قلب الدنيا عم سنجاري. هاي انكل بندق. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا بنتي. حضرتك مش هتعرفني، انا نيلي عبد الله مكاوي. اهلا نيلي، مش معقوله انت كبرتي قوي يا حبيبتي. اتفضلوا اتفضلوا يا اولاد. ولا يعني شكلنا جينا في وقت مش مناسب. اصل طالما الراجل شعره بقى رزي ولبس الروب ده، يعرف ان جوه في شقلباظات. ولا ليه؟ اتفضلوا، تعالوا تعالوا اتفضلوا. يلا. ايه ده؟ هيخلينا نتفرج؟ شرفتونا. اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. ازيك يا انكل عم بندق؟ لا ارجوكي ما تعليش صوتك، عشان هنا انا عايش لوحدي. مش قلت لك الراجل ده بتاع شقلباظات؟ والله والله انا كان نفسي ان انا اجي ازورك، خصوصا بعد اللي حصل لبابا ده، عشان كنت اطمن عليكي وعلى ماما ميمي وعلى شريان. بص بقى يا انكل عم بندق، انا مش عايزه اي بني ادم يعرف ان انا جيت لحضرتك هنا، بالذات اللي اسمها شريهان دي. خلاص يا بنتي، خلاص خلاص، اعتبر سردك ده في بير. طب ده جدك الله يرحمه كان بيعتبرني انا بير اسراره، صندوق الاسود اللي بيتحط فيه كل الاسرار بتاعته. الحمد لله بعد ما مات مفيش سر منهم، لا طلع قبل ما يموت ولا بعد ما يموت. كويس قوي. طب يعني لا مؤاخذه، يعني ايه اللي فكركم بيا كده كلكم مره واحده؟ كلنا مين؟ هو انا اقصد يعني انت وخطيبي ده، صح؟ هو مش ده خطيبك؟ خطيبه طبعا. لا ده مش خطيبي خالص، ده واحد صاحبي عادي. بتقول كده عشان حسن. لو سمحت يا انكل عم بندق، انا كنت عايزه اطلب منك طلب. كنت عايزاك توديني المرسم بتاع جدو اللي في وسط البلد، نفتحه اخد منه حاجه بس ونقفله تاني ونكفي على الخبر. خبور بجور whatever. خلاص خلاص، خبور وبور مبور، ايه اللي انت عاوزينه؟ وقت ما انت تكوني عاوزه تعملي كده قولي لي بس، وانا اجهز نفسي وافتح لك المرسم. عايزه كده دلوقتي حالا. دلوقتي ما ينفعش. مش هينفع ليه يا خلبوس؟ عم بندق حبيبي. يا عم بندق. عم بندق، هو الحمام شريهان؟ نيلي؟ عرفتي بقى ما ينفعش ليه؟ دي اخر حاجه كنت اتخيلها. شريهان وعم بندق. احنا مش هنحبس بالشاي بقى ولا ايه؟ ايه ده؟ عايز تحبس كمان بالشاي؟ انت هنا؟ انا دلوقتي بس عرفت اسمك يعني الدبدوب. ولا لم نفسك. انا لازم امشي من المكان القذر دوت. هو ازاي حضرتك ما تقوليش ان السحلابه دي موجوده هنا؟ لا 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 لا، ما انت لازم تفهمي كويس قوي ان السحلابه دي قالت لي برضو ان انا ما اقولكيش ان هي هنا. السحلبة دي حبيبتي هي اللي تستحلب وتيجي تاخد الفلوس من ورانا. لا يا حبيبتي، السحلبة دي اللي موجودة من بدري عشان تاخد الفلوس من ورايا انا. احتمي نفسك يا بنت انت. سحلوبي، رد عليها. لمي نفسك يا بنت انت. الله 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 الله، في ايه ده؟ ازاي تكلمها كده يا دبدوب؟ لمي نفسك يا استاذ عيد. طب عن اذنك كده؟ يا سحلبة يا سحلبة يا سحلبة. الله الله الله. طب اقول لك على حاجة، السحلبة دي تبقى امي. ايه مش كده؟ مش صح يا بنتي؟ في ايه؟ عم بندق عم بندق، حرام عليكي والله، الراجل هيموت، انت السبب. وانا مالي؟ هو انا اللي كنت بضحته بالزهريه؟ ما تقوليليش كده في وشي، قولي فيز، قولي فازة حتى، انما ما تقوليش انا كده في وشي زهريه. برضك انت اللي بضحتيه بالفيز. انا كنت عايزه اخبطك انت، بس انت اللي مشيتي، ما كنتش عارفه اصلا. كده كده ما كنتش عارفه اخبطك بالقوقعه اللي على دماغك دي. قوقعه دبوني. بس بقى انت وهي خلونا نشوف الراجل ده ايه اللي حصل له. عم بندق،
عم بندق الراجل بيصوصو يا جماعة. طب صوصو له في ودنه يمكن ينطق. شيو 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 شيو. انت ايه اللي جابك هنا؟ جاي معايا حبيبتي عشان ناخد فلوس جدي اللي هي حقي ونصيبي. برضه هتقولي فلوس جدي؟ بصي يا حبيبتي عشان نجيب من الاخر كده، انا ليا في الفلوس دي زيك بالظبط، برضاكي او غصب عنك، والمجلة معايا. عايزة تكملي معايا في الحوار اهلا وسهلا، مش عايزة انت حرة. هي كده يعني. اوكي. الحمد لله بيفوق اهو يا جماعة. بس 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 كلب وراح كلب وراح. خير الله خير الله. جبت العيش اللي لازم حاطته في التلاجة عشان التشقيق. جبنا العيش وحطيناه في التلاجة. الحمد لله. انت مين؟ انا العيش الملدي. وانا التلاجة. لا لو سمحت يا عم بندق، مش وقت فقدان ذاكرة خالص، عايزين نروح نشوف الفلوس. انت مين؟ انا نيلي عبد الله مكاوي. نيلي نيلي والله كبرت يا نيلي. ايه يا عم بندق في ايه؟ مش ممكن مش ممكن مش ممكن. كل حاجة زي ما هي، أنا ما جيتش هنا بقالي 15 سنة، لكن كل حاجة زي ما هي، المحلات اللي بره والمعنوين بتاعة النور، حتى الخشب ده، كله، يا ربي، مفيش حاجة بتتغير أبداً، كل حاجة كده، والحماويد والأبوة دي، وكله، يا على الدنيا، يا إيه ده؟ حتى عم عبده من 15 سنة دي قعدته كوباية الشاي والبتاع يمكن بس غير الجلابية، لكن ازيك يا عم عبده؟ ازيك يا عم عبده؟ اخبارك ايه؟ مش فاكرني يا راجل. الذاكرة بقى انت عارفين 15 سنة يا سلام. فاكر يا عم عبده الذكريات الحلوة لما كنت بتجيب لي طبق الفول ابو طحينة وزيت الحر؟ ها؟ فاكر يا ده ساعتها كان اخر طبق يعني ما حسبتكش عليه. ازيك يا عم عبده؟ وحشني قوي 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 قوي. بس على فكره يعني انا مش عم عبده. هي دي مش عمارة الدمنهوري؟ لا دي مش عمارة الدمنهوري، عمارة الدمنهوري هناك، هي اللي هناك دي. طيب هات ال طب وانت ليه قعدك هنا يا عم عبده؟ برضه هتقول لي يا عم عبده؟ انا ما اسميش عم عبده. ايه ده بس، انت بتنكر نفسك ليه يا عم عبده؟ برضه هيقول لي عم عبده. ما تعصبنيش واتضايقت. خلاص خلاص خلاص، يلا بينا يا عم بندق. يلا يلا يلا. سوري يا عم عبده. برضه يا عم عبده. بس في ايه؟ في ايه؟ ده كذاب كذب. انا؟ لا يا عم عبده. تعالوا. خشوا ما تخافوش. انا مش شايفه حاجه، هو النور مقطوع ولا ايه؟ ثانية واحدة هشد السكينة كله هيولع. اوكي. عنكبوت. المكان غريب ده، ناسك خيوطه مش موجود. سيف ممكن تيجي جنبي هنا؟ ممكن يهاجمنا في أي لحظة. بس بقى ما تربوش. لابس طرفوش. ايه ده؟ ما تمسكش ما تمسكش تراب. هو جدك كان بيطبع منشورات. ايه ده؟ ايه البتاع ده؟ ميكي ماوس. مين ميكي ماوس ده؟ هو جده غبي. يا الناس دي مقتولة طبعا بجد. بس ما تخافوش. ما تخافوش، انا حبيت اهزر معاكم باخدكم. وده هزار ده؟ اصلا انا هايف. تعالوا تعالوا خشوا 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 جوه. تعالوا ده رخم وهايف، راجل كبير وهايف. تعالوا تعالوا ما تخافوش، انا هولع السكينه. السكينه؟ انا خايف منك انت. ولا هاني البتاع ده غريب قوي. ده ميكي. مين ميكي بقى اللي انت بتقول؟ واو Thank you.
مش قادرة أصدق إن أنا في المكان اللي اترسم فيه أعداد ميكي جيب ولغزي ميكي. أنا مش قادرة أصدق كمية التراب اللي أنا واقفة فيها. هو إحنا جايين نسكن هنا؟ إحنا جايين ندور على الفلوس. شوشو شوشو إيه؟ إيه؟ هقعد. استنى يا مول، المكان كله تراب. القرف ده يا حقرف. تعمل إيه؟ تعمل إيه أنت؟ اقعدي يا شوشو اقعدي. طب احنا جينا المفروض ندور على ايه بقى؟ ما احنا زينا زيك اهو، مش فاهمين حاجه بس ادينا بنفكر. بس اللغز بيقول ان الخزنه بتاعت الدمنهوري اتسرقت، تفتكروا في خزنه بقى هنا؟ انا ما اعتقدش ان يكون في خزنه هنا، لو في خزنه تبقى في اوضه مكتب. اه ولو موجوده هتبقى اتسرقت. طب ما تيجوا نشوف الاوضه دي يا جماعه، ممكن تكون اوضه المكتب. تعال. بقولك يا سيد، ايه؟ خش دور على الخزنة هنا وانا هدور هنا. متربة قوي. مفيش حاجة هنا. مفيش حاجة هنا برضو. ما تحاولش، مفيش. اعمل لك كوبايه شاي عشان تستحملوا بيها التراب ده. شكرا عم بندق، مش عايزين شاي، لانك لو عملت لنا شاي هتخرب وتيجي تخدنا تاني، فشكرا مش عايزين حاجه، خليك واقف هنا. خلاص انا اسف جدا. عم بندق يا لذيذ انت، في خزنه في المكان اللي احنا فيه ده؟ اكيد لا. اكيد لا، ولا تعمل زي عم عبد البواب. لا 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 لا، اكيد لا. اصلي انا بصراحه اللي فارش المكان ده حته حته مع جده، ولو كان جده جاب خزنه كان قال لي، اصل هو ما بيخبيش عليا حاجه ابدا خالص، جده بيحبني. انت بتحب المكان ده جدا جدا؟ طب ما تنضفه، بيجي لي حساسيه. وبعد كده اقول لكم على حاجه، بصراحه انا ليا ذكريات جميله جدا جدا. تعرف اللوحه دي؟ مالها؟ انا اللي معلقها، جبت مسمار 10 سنتي صلب حطيته، رحت ماسك الدبشه قد كده، رحت عامل كده اهو. جاي تنزل طبعا، قام جه على صباعك، ما جاش في المسمار. لا جه في المسمار وعلقت اللوحه. وما انت قاعد تعمل لي كده ليه؟ فكرتك هتقول كده. بحب السسبنس يا ولاد، اصل انا هايف. استنوا يا جماعه، اللوحه دي هي اللي موجودة في المجلة. وبعدين هنعمل ايه يعني باللوحة؟ ممكن تبقى الخزنة وراها. ايه يا حبيبتي الافلام اللي انت عايشة فيها دي؟ وبعدين انت مش سامعة دلوقتي عم بندق بيقولك هو اللي معلقها بنفسه، حتى جاب الطوبة والمسمار 10 سنتي سولت وراح عامله كده، وعمل الطوبة جامد كده تش ما خبطتش في صباعه، راح لا حطها عادي ايه ده؟ الخزنة دي ليها رقم سري؟ اكيد طبعا. انت كمان هتعمل نفسك عارف ان في رقم سري؟ لا انا بقول اكيد ليها رقم سري، بس ما قلتش ايه هو الرقم السري. طبعا عشان ما تكذبش. وسعي كده. تاريخ ميلاد جده كام؟ 30/10/84. تعرف منين انت؟ ايه اللي اعرف منين؟ اي عيل صغير عارف تاريخ ميلاد جده، ده هداف الاهلي وافريقيا يا بنتي. أنا مش بتكلم على جده ده، أنا بتكلم على جدنا إحنا. 22/10/1932. يعني 19، معلش، الاثنين قبل التلاتة ولا التلاتة قبل الاثنين؟ معروفة إن التلاتة أكبر بالاثنين. أنتوا بتقولوا 32 فأنا بتلخبط. ما خلصنا no problem. ما بتفتحش. طب جربي كده تاريخ ميلادي. تاريخ ميلادك انت هيفتح الخزنة ليه؟ عادي يعني، ما هو بيفتح الايميل بتاعي. الباسورد بتاع الاي تي ام بتاع جده كام؟ يعني ايه الاي تي ام دي؟ الاي تي ام اللي هو الرقم القومي. يا ابني رقم قومي ايه؟ هو كان لحق الرقم القومي. الاي تي ام دي البطاقة القديمة، عشان كده اسمها الاي تي ام، اللي هي دلوقتي بيسموها الاي تي، مش لما تيجي تخش مكان يقول لك لو سمحت هات الاي تي بتاعك. صح، هو ده. انتوا متخلفين؟ ايه اللي بتقولوه ده؟ ده تخلف؟ هو المكان ده بيخلينا نفكر بشكل متخلف؟ نفكر بشكل علمي شويه. احنا ممكن نشوف رقم العدد بتاع المجله اللي معاكي ده. يعني ايه رقم العدد؟ فين ده؟ رقم العدد اللي موجود على المجله من بره. اوكي. ساي انا بس بعد اذنك، بعد اذنكم، بعد اذنكم. ممكن بعد اذنك؟ اتفضل.
ها؟ ايه ده؟